بداية، كيف تعلق على هذه الاعترافات التي بثت في طرابلس لشخص يدعي أنه ينتمي للسلفية وينتمي أيضا لقوة الردع الخاصة، قال أو اعترف فيها بأنه هو من ارتكب عملية اغتيال نادر العمران؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكر الأخ نعمان جزاه الله خير، أن ليس من المنهج السلفي، وهي من لب المنهج السلفي وأصوله، نبذ هذه الأمور التي هي الاغتيالات والتفجيرات والعمليات الانتحارية وغيرها. وفتاوى أهل السنة السلفيين في هذا أكثر من أن تحصى، ولعل أسباب العداوة بين السلفيين من أسبابها في هذا العصر هو إنكار مثل هذه الفتاوى التي تصدر عنهم. فمثلا ممن علقوا بعد ذكرهم موت نادر العمراني، من كان يقول لو أن الجماعة، يقصد في مصر، تستعمل عمليات الاغتيال ضد الطواغيت، يعني بعد سقوط مرسي، يعني يقصدون اغتيال الجيش المصري. وهؤلاء هم جماعة الإخوان. والقرضاوي مثلا يرى أنه يقتل الشخص أو تجرى العملية الانتحارية، لكن بإذن أمير الجماعة وأن يكون فيها مصلحة للجماعة. أيضا من أساس منهج الإخوان المسلمين وفي بداية نشأته حصلت عمليات اغتيالات لبعض المهمين في مصر، مثل اغتيالهم للنقراشي باشا، وكان عضو في البرلمان، وكان قبلها رئيسا للوزراء، فاغتالوه. فهذا الاغتيال هو موجود في منهجهم، في منهجهم، منهج الإخوان المسلمين. نبذ السلفيين لهذا الأمر وتحذير علماء أهل السنة السلفيين من هذا الأمر وتحذيرهم من غيرها من الأمور التي هي من أصول عقيدة الإخوان المسلمين، هي التي أنشأت العداوة التي هي موجودة الآن بين أهل السنة وهذه الجماعات المنحرفة. وإلا فهم في أول أمرهم كانوا يحسنون الظن، يقولون هذه جماعة إسلامية فندعوها ومتقاربين ومش عارف إيش. لما يظهر لهم أن المنهج السلفي ينبذ هذه الأشياء يحذرون منه ويحذرون من أشخاصه وأفراده. إذن لا يمكن فضيلة الشيخ أن يقدم شخص سلفي على ارتكاب أي عملية اغتيال أيا كان هذا الشخص وأيا كان حجم عداوتكم معه. نعم، لا يكون الاغتيال من السلفيين أبدا. طيب، المنهج السلفي ضد دون فتاويهم من الخليج ومن الخارج، كيف ترد على هذه التهم؟ نعم، أولا أريد أن أنبه على، أريد أن أذكر أشياء يعني ممكن نأخذ جزء يعني وقت. تفضل. الأمر الأول اللي لازم يكون معلوم عند الصادق الغرياني وعند أمثاله من أصحاب هذه الإطلاقات، إن المنهج السلفي منهج مبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح للنصوص، لا يأتون بأفهام خارج فهم السلف الصالح. فمن كان من العلماء على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، سواء كان في السعودية أو كان في بريطانيا أو كان في الجزائر أو كان في مصر أو كان في ليبيا، فهو شيخ من مشايخ السلفية ويأخذون منه الفتاوى. فمثلا أنا أذكر لك في العصر الحاضر، وهم يربطون دائما بالشيخ ربيع، وذلك يسمون المداخلة لأن الشيخ اسمه الشيخ ربيع، وأنا سأتكلم عن هذا الجزء بالذات. مثلا في مصر الشيخ محمد سعيد رسلان من مشايخ الدعوة السلفية، وفي السودان الشيخ نزار هاشم من مشايخ الدعوة السلفية، وفي الجزائر الشيخ محمد علي فركوس من مشايخ الدعوة السلفية، ويوجد مشايخ دعوة سلفية في باكستان والهند وفي كل مكان، وهم يعتبرون من مشايخ الدعوة السلفية. في ليبيا هذه مشايخ الدعوة السلفية موجودين، وهم الآن يريدون أن يضربوا هؤلاء المشايخ، ونحن نأخذ منهم ونأخذ عنهم العلم، وغيرنا يأخذ عنهم العلم، لأنهم على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. أما حصر الموضوع وأن السعودية هي التي بثت المنهج السلفي وغيره، فالمنهج السلفي هو موجود أصلا قبل
ظهور الدولة السعودية وجاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قلنا فهم السلف الصالح لا ليس السعودية هي التي أحدثت المنهج السلفي. السعودية ممكن يكون منهجها الآن سلفي لكن ليست هي التي أحدثت المنهج السلفي وجاءت به. المنهج السلفي قديم الأئمة الإمام مالك هذا الذي هم يقولون نحن مالكية ونحن مالكية ونحن مالكية. ليش؟ يريدون أن يبينون لك كأن الإمام مالك ليس سلفي. الإمام مالك سلفي، الإمام مالك سلفي وهو من سلف الأمة المعروفين، والإمام الدارقطني من بعده وأئمة المالكية أئمة سلفيين. لكن أن يأتي شخص ويقول نحن منهجنا وسطي مالكي كأنك تريد أن تقول عن الإمام مالك أنه ليس من السلف الصالح. الإمام مالك من رؤوس السلف الصالح رضي الله عنه. فالإمام مالك سلفي قبلنا ونحن سلفي بعده. ولابد أن نبين شيء في كلمة سلفي. السلفي نسبة، السلفي نسبة، نحن ننتسب للسلف الصالح ليس حزب، ننتسب للسلف الصالح. لذلك السلفيين هم الوحيدين الذين يخالفون علمائهم إذا أخطأوا. قال أمس أنه هذه السلفيين أخذوا فتوى من الخارج من السعودية لمحاربة الإخوان كما قال في شرق البلاد وفي بنغازي تحديدا. السلفيين لم يأخذوا الفتوى من السعودية، السلفيين كانوا مع الكرامة من أول يوم وكانوا على المنابر. وأنا أريد أن أذكر شيء، لم أدرس في السعودية أبدا ولم آتي السعودية إلا في العمرة فقط أو الحج. أما أن يأتي شخص ويقول لك تثلبت في السعودية وغيرها فهذا لم يحصل. أيضا سجنت في عصر القذافي خمس سنوات. وكما قال الأخ نعمان لما ذكر أن السلفيين كلهم قضوا في السجون وما خرجوا. طيب على مرة أخرى وجزئية المداخلة، يعني دائما وأنت قلت لي منذ قليل أنه لديكم أو تأخذون من العديد من المشايخ في العديد من الدول، موضوع حصر أنكم فقط تأخذون من السعودية أو أنكم تتبعون المخابرات السعودية أو وصفكم أو نسبكم للشيخ ربيع المدخلي ووصفكم بالمداخلة فقط، جاء أيضا على لسان الصادق الغرياني الذي وصفكم بأنكم فرقة تكفيرية. نعم، قبل أن أتحدث في هذه المسألة تحديدا أريد أن أرد على أستاذ جمال، أخ أستاذ جمال في قوله أن السيد الذي بجانبك يكفرك أنت لأنك حليق لحية، وهذا من محض الافتراء وليس من منهج السلفي تكفير الناس بالمعاصي. فاللحية لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، ولا شك بأن إعفائها واجب وهي من مخالفة المشركين ومن مخالفة اليهود والنصارى ومن مخالفة كذا، وجاءت النصوص في اللحية كثيرة. لكنكم لا تكفرون لكن أبدا ليس اللحية فحسب، ليس اللحية فقط، بل حتى كثير من السلفي أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي أبدا. لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا ليس مدخلي، الإمام الطحاوي هذا الذي أريد أن أذكره الآن هذا ليس مدخلي، وهم يعرفون الإمام الطحاوي في كم في قرن الكم كان عصره. يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه الجزئية بالذات هم لا يقولون بها، فهم يكفرون حكام المسلمين بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله مثلا، ويجعلونه مثله مثل الأمور التي يعني مثل النسك ومثل الطواف على القبر ومثل غيرها. فيجعلون مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي معصية لا نكفر بها حتى يستحلها صاحبها، هم يصفون أهل السنة والجماعة السلفيين بأنهم مرجئة من أجل هذه المسألة. وكثير منهم تأتي تسأل عن مسألة الإرجاء والمرجئة والله تجده لا يعرفها. هذا بالنسبة لأمر اللحية. في ميزة للشيخ ربيع المدخلي يعني أكثر من بقية الشيوخ، وأنتم تأخذون منه أكثر من بقية الشيوخ، لذلك الآن يصفونكم أو يتهمونكم أو يطلقون عليكم الآن وصف المداخلة، هؤلاء صادق الغرياني وأتباعه. وصف المداخلة جاء على السلفيين من الطعونات في سيد قطب. الشيخ ربيع المدخلي أكثر من ألف كتب في الطعن في سيد قطب، وسيد قطب هذا أقنوم الخوارج في كل بلد، وهم الذين يأخذون منه. كتابه معالم في الطريق هذا خارجي بحت، كتابه لماذا أعدموني هذا خارجي بحت. فالشيخ ربيع رد عليه وألف فيه قرابة 9 كتب. فهم جعلوا من الشيخ ربيع عدوهم الأول لأن أسقط رمزهم الأول، لأن أسقط رمزهم الأول. الشيخ ربيع يحذر من جماعة الإخوان المسلمين منذ عشرات السنين،
منذ 10 سنين. الشيخ ربيع لما تسمع الكلام تظن أنهم يتحدثون عن طفل. الشيخ ربيع عمره جاوز 80 سنة، جاوز 80 سنة، راسخ في العلم ويحذر من الإخوان المسلمين، وكان معهم، مشى مع الإخوان المسلمين على شرط أن يناصحهم، هم يذكرونها دائما ويذكرون أن الشيخ ربيع كان معهم ويقولون كذا. الشيخ ربيع كان معهم لما رأى أنهم لا يصلحون ولا ينتفعون بنصائح ولا شيء. في خلاف يعني في المنهج عميق وكبير بينكم وبين الإخوان المسلمين، أو بينكم وبين تنظيم داعش، أو بينكم وبين تنظيم القاعدة. لكن الآن برأيك لماذا هذه الحرب أو هذه التصريحات أو هذا الهجوم في طرابلس عليكم؟ نعم، الهجوم في طرابلس على السلفيين، الإخوة السلفيين الذين تم إيقافهم. هؤلاء طلبة علم، وهؤلاء درسوا العلم في اليمن وجاءوا بعلم غزير ونفع الله بهم الناس. والدعوة السلفية في طرابلس لم تنتشر الآن فحسب، بل هي دعوة قائمة منذ حتى في النظام السابق كانت موجودة، وهي قوية، دعوة قوية. لكن لما أتيحت الفرصة لطلبة العلم بإلقاء الدروس وبإلقاء المحاضرات، يعني فتح الله عليهم وأصبح هذا الشيخ أبو مصعب أحد الذين أوقفوه، يقول مجدي حفالة، وهو أكثر شخص يذكرون عليه. هذا إذا جاء يخطب في مسجد تغلق الطرقات، إذا جاء يعطي درس في مسجد تغلق الطرقات. كذلك الشيخ أبو حذيفة المقلفطة من مصراتة، وأبو عبيدة المصراتي، هؤلاء في مصراتة دعامة، وهؤلاء هم الذين نصروا المنهج السلفي في حربهم الأخيرة هذه في سرت. كتيبة 604 هذه سلفية بالكامل. أين مواقف الإخوان المسلمين؟ إخوان المسلمين مثل ابن آوى، السلفيين يدخلون المناطق، السلفيين لا يرون التصوير، وأنتم ترون هنا السلفيين في بني غازي يحررون المنطقة ويذهبون، والله ما ينظرون التصوير. شوف كتيبة 210، شوف من قبلها كتيبة التوحيد. والسلفيين بفضل الله جل وعلا أنهم يعرفون قدر الحاكم، ويعرفون قدر القيادة العامة، ويعرفون قدر رئاسة الأركان. لذلك لما قيل لهم في كتيبة التوحيد إلغي كتيبة التوحيد، قالوا سمعا وطاعا، وذكروا ذلك في كتاباتهم، وذكروا ذلك وأنزلوا. والآن هم موجودين في كتيبة 210، يدخلون المنطقة، تلو المنطقة، ثم ترى إليهم. كذلك في سرت، السلفيين يحررون سرت، ثم يأتوا الإخوان ويلقون الخطابات من بعدهم. مشايخ سلاطين وصفكم كذلك. نعم، مشايخ سلاطين، لأننا نرى السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا عكسهم. يعني هذا الخلاف العميق بينكم وبينهم الآن هم يصفون. نحن لابد أخ أحمد تعلم أن العلاقة بين السلفيين والسلاطين من قديم الزمان علاقة مودة وعلاقة نصح. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو ليس مدخلي، الإمام الطحاوي قال: ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا وأئمتنا وإن جاروا، قال: ونرى الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. فضيلة الشيخ، تفضل. أولا ذكره لمسألة التغيير، وقوله أن هذه المدارس كل مدرسة تترك على ما هي، ويدخل ويجد والتغيير وكذا، وكأنه يريد أن يقول أن السلفيين يغيرون قهرا. السلفية دعوة وليست فكر، وليست فكر، ما هيش ماسكة للناس، ليست إيديولوجيا. نعم، ما فيش. هل السلفيين أجبروا الناس على انتهاج منهج السلفي وحبهم؟ لا والله ما أجبروهم. السلفيين دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وذكروا لهم أمورا في بداية حربهم في فبراير، ووقف عليها الليبيين كلهم، وقف عليها الليبيون كلهم بعد ذلك. لذلك أصبحت محبتهم في قلوبهم. لما قوتل الخوارج، والناس عانوا الأمرين من الخوارج، نحن في بني غازي هنا يقتل الأخ أمام أخيه، والله ما يتحدث أحد، الرجل يغتال في الشارع، ويقف عليه الخوارج ويقتلونه ويقضون عليه بالمسدس، والناس ينظرون ومكأنهم رأوا شيء، ولو أوتوا بهم إلى الشهادة ما شهدوا خوفا منهم. 530 جندي أو ضابط اغتيل، كلهم كوادر. بعد أن جاءت الحرب وخرج السلفيون في قتال الخوارج، ونصوص قتال الخوارج موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من الشيخ ربيع المدخلي كما يقولون. نصوص قتال الخوارج موجودة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.